متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، معكم من اسكندرية نتابع آخر الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني. سيارة مجهزة لنقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال علاجه وتحسن حالته الصحية. الحمد لله حالة اللاعب أحمد رفعت مستقرة وفي تحسن، وجميع الأطراف لديه تعمل بشكل جيد، حيث كشف أحد الأطباء المعالجين لأحمد رفعت أن حالة اللاعب تحسنت ويستطيع أن يحرك جميع أجزاء والتحرك بشكل شبه طبيعي. كما كشف مصدر بنادي فيوتشر أن هناك سيارة مجهزة الآن في طريقها إلى المستشفى بالإسكندرية لنقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات التي تم الاتفاق معها بمحافظة القاهرة لنقل اللاعب لاستكمال رحلة العلاج بعد تحسن حالته الصحية واستقرارها بشكل طبيعي. وأضاف المصدر أن هناك متابعة مستمرة بين المستشفى المتواجد بها اللاعب أحمد رفعت حاليا بالإسكندرية والمستشفى التي من المقرر أن ينتقل إليها اللاعب بالقاهرة، وتم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لنقله فورا بعد موافقة الأطباء على ذلك. وتنتظر المستشفى بالإسكندرية سيارة الإسعاف المجهزة التي تأتي من القاهرة لنقل اللاعب إلى إحدى مستشفيات القاهرة لاستكمال رحلة العلاج هناك. وكان مصدر طبي بالمستشفى كشف اليوم السابع أن الأشعة المقطعية للاعب أحمد رفعت الخاصة بالصدر أثبتت أنها تحسنت وأن الأطراف تعمل بشكل جيد وأن اللاعب استعاد الذاكرة بصورة طبيعية واستقرت حالته. وأن آخر إجراء لتنشيط الكلى ثبت تحسن بشكل ملحوظ وبنسبة كبيرة في الكلى، وخلال ساعات سوف يتم نقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة لاستكمال علاجه ورحلة العلاج الطبية بالمستشفى بالقاهرة. كان اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب فريق
فيوتشر قد سقط بشكل مفاجئ خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري داخل استاد الإسكندرية مغشيا عليه دون أي تدخلات، وهو ما أثار حالة من الرعب بين زملائه منذ 15 يوما. وفور سقوطه على أرض الملعب طلعت الأجهزة الطبية إلى اللاعب لإعادته إلى الوعي، لكن دون جدوى بسبب توقف عضلة القلب في ذلك الوقت. وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة من استاد الإسكندرية الذي كان يشهد اللقاء. وبعد محاولات مكثفة من الأطباء بدأ اللاعب أحمد رفعت في استعادة وعيه بشكل تدريجي بعد توقف قلبه لفترة وصلت إلى ساعة ونصف، وتم استكمال العلاج وتحسن حالته واستقرارها. وتلقي العلاج اللازم فور وصوله إلى المستشفى. تطورات في حالة اللاعب أحمد رفعت، حيث يتم تجهيز سيارة مجهزة تأتي من القاهرة إلى المستشفى بالإسكندرية لنقل اللاعب. اليوم باستكمال رحلة العلاج في القاهرة بعد تحسن الحالة الصحية له بالإسكندرية، واستقرار الحالة وتحسن حالة الصدر والرئة، وأيضا أعمال التنشيط للكلى التي كانت تتم له داخل المستشفى. وأعلن نادي فيوتشر نقل اللاعب إلى القاهرة خلال فترة من ساعات بعد تحسن حالته، وأن النادي أتم اتفاق مع إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لنقل اللاعب لاستكمال رحلة علاجه، وتم تخصيص سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى لنقله فورا بعد موافقة الأطباء على ذلك لاستكمال رحلة العلاج في القاهرة. تحسن حالة اللاعب أحمد رفعت، وذلك ما أثبته الأشعة المقطعية للصدر، وأن الأطراف تعمل بشكل جيد، وأن اللاعب استعاد كافة الذاكرة بشكل طبيعي وإدراكه للوعي بشكل كامل. واستقرار حالته الطبية حيث أن اللاعب أصبح يتنفس بشكل طبيعي بعد رفع جهاز التنفس الصناعي عليه. Thank you.
تحسن الحالة الطبية للاعب أحمد رفعت، والآن وصول الكابتن هاني صبري رابي داخل المستشفى. مدير تنفيذي لنادي فيوتشر إنهاء إجراءات نقل اللاعب داخل سيارة مجهزة إلى محافظة القاهرة. تحسن حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني، وأن النادي قد اتفق مع إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة لنقل اللاعب لاستكمال رحلة العلاج، ومن المقرر أن ينتقل اللاعب بالسيارة المجهزة، وهي سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى، إلى محافظة القاهرة لاستكمال رحلة العلاج. الحمد لله تحسن من حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر. وتجهيز سيارة على أعلى مستوى لنقل اللاعب إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمحافظة القاهرة لاستكمال رحلة العلاج، ويجرى الآن تجهيز السيارة وحضورها إلى الإسكندرية، وبالتحديد إلى المستشفى بواسطة الإسكندرية لنقل اللاعب. تحسن الحالة الطبية والصحية للاعب أحمد رفعت، ويتم تجهيز سيارة مجهزة على أعلى مستوى لنقله إلى إحدى المستشفيات بمحافظة القاهرة لاستكمال رحلة العلاج. شكرا لكم متابعينا، تابع اليوم السابع، وما زلنا معكم في تغطية من أمام التي يعالج بها اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر والمنتخب الوطني، حتى ويتم الآن تجهيز سيارة على أعلى مستوى لنقله إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.